ازيكم يا اصحابي الصغار، معكم صديقكم الجديد صنفور مفكر. النهارده انا هعلمكم ازاي تبقوا شاطرين زيي في الانجليزي. انتوا عارفين ان انا شاطر جدا في الانجليزي، وانتوا كمان هتبقوا شاطرين جدا زيي. بس يلا نتعلم مع بعض الالفابت. طبعا عشان نبقى شاطرين لازم نعرف الالفابت. مين الست دي يا صنفور؟ مين؟ الالفابيت دي زي ما انتم شايفين في الصورة تمام، هي حروف قاعدة ABC. لازم عشان نعرف نقرأ انجليزي كويس نكون عارفين حروف قاعدة ABC تمام. يلا مع بعض نبدأ بأول حرف معانا وهو حرف ال A. ايوه، A لها شكلين، A كابيتال وبنتها الصغيرة زي ما انتوا شايفين الـ A سمول. طبعا هنكتبها في الكراسة ونتعلمها كويس ونعرف شكلها، اوعوا تشوفوه في الطريق ومش تعرفوه بس هيزعل منكم تمام. او زي ايه الكلمة؟ زي ايه؟ زي كلمة ابل، تفاحة ابل، تفاحة ابل. ايه تاني؟ زي هنلاقيها في كلمة نملة انت، نملة انت. على فكرة النملة بتحب التفاح جدا، دايما تاكله. واحد يجيب سيرة لصنفور اكل تمام. ايه كمان؟ مين اللي عارف المشمش؟ ابريكوت، ابريكوت. ايوه كلنا نقول لمامي تجيب لنا مشمش ابريكوت تمام. نيجي بقى لتاني حرف معانا في القاعدة وهو حرف البي. ليه شكلين برضو، بي كابتل وبنتها الصغننة البي سمول تمام. لازم نكون عارفين الشكل كويس، واتفقنا ان احنا هنكتبهم في الكراسة ونحفظهم كويس عشان لما نقابلها في الطريق نعرف شكلها على طول. زي كلمات ايه؟ كلمة بنانا، موزة بنانا. مين اللي بيحب الموز؟ موز بنانا. طبعا صنفور اكل بحب الموز، بحب كل حاجة. كتاب بحبه موت، كتاب بوك. دايما صنفور مفكر بحب الكتاب بوك، وانتوا كمان لازم تبقوا زي صنفور مفكر عشان تبقوا شاطرين. عارفين الدوك ده بجيبه اسمه ايه؟ بير، بير، بير. نيجي بقى الخنفسة، صديقتنا الخنفسة اسمها ايه؟ بيتو، بيتو، بيتو تمام. نيجي بقى للكورة، مين اللي بيحب يلعب بالكورة؟ كورة يعني ايه؟ بول، بول، كورة بول. نيجي بقى الفراشة، باتر فلاي، باتر فلاي، باتر فلاي. طبعا صنفورة بتحب الباتر فلاي خالص. نيجي بقى الخبز، بريد، خبز بريد. كلنا بناكله كل يوم على الفطار لانه مغذي ولذيذ، بريد. بسكويت، بيسكتس. واحد يقول بسكويت بالانجلش اسمه بيسكتس، بيسكتس. زبدة، باتر، باتر، باتر. نيجي بقى مين اللي بيحب سندوتش الهمبرجر؟ همبرجر يعني برجر، برجر. ربنا يستر، هل صنفور اكل يشوفنا؟ انا خايف صنفور يشوفنا تمام. طبعا كان ده الحرفين اللي معانا النهارده، حرف الـ A وحرف الـ B. اللي بيحب صنفور مفكر هيكتبهم في الكراسة ويحفظهم كويس ويعرف الكلمات دي ويمارسها، وبعد كده نطلب من ماما الفواكه اللذيذة والأكل اللذيذ اللي احنا بنحبه هنطلبه بالإنجليش، علشان أي واحد عايز يبقى شطور لازم يمارس اللغة كويس تمام. يا أصدقائي إلى اللقاء، أشوفكم الحلقة.